السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا دكتور تغذية، لو عندك اي اسئلة في التغذية ممكن تسألنا نفيد. بس اي اسئلة في التغذية؟ طيب اقول لك انا، بص يا دكتور، مجرد ما اكل على طول، مجرد ما اكل بعد الاكل على طول بثلاث مثلا دقايق، 3 دقايق اخش الحمام على طول. فكشفت ياما وقالوا لي ده سوء تغذية، او سوء اسمه سوء هضم. الاكل بينزل دي زي ما مشكلة، هو جسمي ما بيبان، تقريبا. جسمي ما بيبانش عليه خالص خالص، مع اني باكل مش ما باكلش. يعني انت عندك سوء في الهضم. بالظبط. طب انت مشيت على ادويه من قبل؟ لا يعني مشيت على انظمه غذائيه؟ هو اما رحت للدكتور كتب لي على علاج، بس انا ما استمرتش عليه الصراحه. طب بص، بس فهي دي مشكلة. خليني اقول لك على الاول، يعني هو السبب اللي انت بتقوله ان الطعام بتاعنا يكون غير مهضوم يكون احد الاسباب الاساسيه للنحافه، لكن هناك اسباب اخرى للنحافه في البدايه برضو لازم نلقي نظره عليها علشان نقدر نقول مثلا وليكن بشكل كامل، هل السبب، هل فقط ان الاكل بتاعنا الغير مهضوم هو السبب في النحافه اللي موجوده عندنا، ولا فيها اشياء تانية؟ طب الاول، في البدايه طبعا، في البداية بنعمل حاجة اسمها بنقسم الوزن على مربع الطول. الناتج بتاعنا لو طلع من 18.5 ل 25 ده الوزن الطبيعي، أقل من 18.5 بيبقى نحافة. بشكل بسيط يعني أقدر أقول لك هو أكتر سبب للنحافة، يعني أنت لو أنت عندك ناس في العيلة نحيفة فالعامل الوراثي ممكن يكون سبب للنحافة. يعني إذ لم لا يكن ما فيش نحيف خالص. تمام. إذ لم يكن هناك، أنا لسه ما كملتش كلامي، إذ لم يكن هناك سبب طبي للنحافة زي الأمراض المزمنة ونقص الامتصاص وسوء التغذية، زي ما قالوا لك كده بالظبط، ونقص الامتصاص وسوء التغذية، وبالتالي فإن المناعة بتاعتنا، يعني المناعة بتاعتنا بتكون طبيعية، لكن الشخص المريض بشكل مستمر نقدر نقول إن هو مش قادر إن هو ياكل أصلا، أو إن هو مش عايز، مش ليه نفس للأكل، ما عندهوش شهية للأكل، يعني نقدر نقول إن إحنا عندنا فقدان للشهية. فقدان الشهية دي ليه أسباب كتيرة، قد يكون فقدان شهية عصبي كنتيجة للحالة النفسية السيئة والضغط العصبي والتوتر والقلق، كنتيجة مثلا أنت في الثانوية او عندك المفروض كان حاجه تعملها وبسبب الكورونا ما عملتهاش، المفروض كنت تقابل حد معين ما قابلتوش، بقى في ضغط نفسي، الضغط النفسي بيزيد كل يوم بعد يوم، كل يوم بتحس ان في ناس كتيره في حياتنا عامله لنا قلق، سيطره الاهل علينا في بعض الوقت، هذه الاشياء ممكن تكون احد الاسباب ان للضغط النفسي والقلق والتوتر ده، ممكن يكون يبقى فقدان شهية عصبي كنتيجة للأمور الحياتية في الشغل والعمل والبيت والدراسة والحاجات دي. دي كده ايه النقطة الأولانية، يبقى لابد ان احنا نستبعد السبب النفسي في البداية. تاني حاجة ممكن يكون يعني ضعف الشهية ده نتيجة لبعض المشاكل الأخرى زي نوعية الأكل بتاعنا، ممكن يكون في ناس، بعض الناس بيبقى عندها حساسية من الجلوتين، يعني مثلا من بعض من الـ من 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 الـ من الحاجات اللي بتا يعني من الجلوتين ده، حساسية الجلوتين، يعني مثلا ليكون في أكلات معينة الجسم بتاعنا ما لا يتقبلها ولن يتقبلها كنتيجة إن هو بيفسرها بشكل خاطئ. فلابد ان احنا نعرف ما هي الاغذيه اللي احنا مثلا وليكن بتسبب لنا عندنا حساسيه منها، علشان نبعد عنها، علشان ونركز على الاغذيه اللي جسمنا بيمتصها علشان نقدر نستفيد من الاكل بتاعنا. فدي برضه النقطه الثانيه، تعتبر الوسيله الاولى لفتح الشهيه هي البحث عن السبب ثم ايجاد الحل المناسب له، بالإضافة للإقلال من تناول الشاي والقهوة، وكذلك الإقلاع عن التدخين إذا كان هناك تدخين أو نرجيلة أو سجاير أو هذه الأشياء. يبقى يعني دي كلها، يعني أنا بقول لك أهو، يعني إحنا دلوقتي لو إحنا بنتكلم يبقى إحنا لابد إن إحنا، هل هو سبب نفسي؟ هل هو سبب الأكل بتاعنا؟ الأكل بتاعنا غير مهضوم، اللي عندنا سوء تغذية، تمام، خلينا نعدي الحاجات دي. جربنا حاجات كتير زي ما انت عملت كده وحاجات معينة وما جابتش نتيجة، في حال عدم إمكانية التغلب على أسباب ضعف الشهية
فلا مانع ان احنا نتناول. كمل حابب تكمل؟ كمل ماشي، مفيش مشكلة. طب اضغط في التكملة. إيه لما نستخدم بعض الحاجات اللي تفتح الشهية مثلا، او ندخلها ضمن النظام الغذائي، ايه الحاجات اللي احنا ممكن تفتح الشهية؟ هناك مشروبات تحاول قدر الامكان بدل الشاي والقهوة وهذه الاشياء، تحاول تدخل هذه المشروبات من ضمن النظام الغذائي بتاعك. او ايه المشروبات اللي تفتح الشهية؟ في مشروب اسمه مشروب البابونج، مشروب البابونج واليانسون. البابونج واليانسون تحاول قدر الامكان تجيبهم وتستخدمهم مثلا بشكل يومي، هتلاقي نفسك بدأت تتفتح عليك، سواء كان السبب اللي عندنا سواء كان نفسي او غير نفسي. البابونج اشربها مرتين ثلاث اربع مرات في اليوم، هتلاقي نفسك شهيتك بتتفتح على الاكل، تحس ان انت عايز تاكل. دي كده النقطة. يبقى دي البابونج او اليانسون، طبعا الاقوى في نقدر نقول مثلا البابونج. إيه لو احنا عندنا حالة نفسية مش كويسة لازم نتخلص من العصبية، ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموت في النهاية، أنت اللي هتدينك نحيف زي ما أنت وهم في حالة من البرود. فلا بد إن احنا نتخلص من هؤلاء الأشخاص اللي سايبين لنا مدمرين حياتنا، نتخلص نمسحهم بأستيكة من حياتنا ونبعد عن كل الحاجات اللي ممكن تسبب لنا ضغط نفسي. اقول ايه تاني؟ التخلص من اي مشكله نفسيه مثلا نقدر نقول عليها، في هناك بعض الفيتامينات اللي بتريح الاعصاب، يعني فيتامينات بتريح الاعصاب. ايه الفيتامينات اللي احنا عايزين نجيبها من الصيدليه ممكن تريح لنا الاعصاب بتاعتنا علشان نزيد في الوزن؟ فيتامين د، فيتامين د، فيتامين د ده ممكن نجيبه ناخده من خلال كبسولات زيت كبد الحوت من الصيدليه، كبسولات زيت كبد الحوت من الصيدليه اللي هو الكود ليفر اويل ده كده. تمام، ده كده رقم واحد. او ممكن ناخد فيتامين د ان احنا نتعرض شويه نص ساعه فقط بالنهار لاشعه الشمس، كده كده فيتامين د موجود تحت الجلد بس في صوره غير نشطه، بمجرد ان احنا بنتعرض لاشعه الشمس بيتحول من صوره غير نشطه لصوره نشطه، وبالتالي الجسم يقدر يستفيد منه والحاله النفسيه بتاعتنا تبقى كويسه. عشان كده الناس اللي بتنام للظهر وما بتصحاش تتعرض للشمس بيبقى اكثر كآبه وحالتهم النفسيه اكثر انزعاجا من الاشخاص اللي بيصحوا من بدري ويتعرضوا لاشعه الشمس بالنهار. دي نقطة برضو مهمة جدا. لو مش مالك خلاص هتاخد فيتامين د من الصيدلية، في فيتامين د بشكل الطبيعي وفي موجود على هيئة زيت كبد الحوت. ممكن ناخد أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم أيضا مهمة جدا، ممكن ناخدها تحسن لنا الحالة النفسية. وأهم شيء في معالجة مشكلة النحافة هو التأكد من عدم وجود أي سبب عضوي زي أمراض مثلا زي مشاكل في الغدة الدرقية، عندنا ديدان في الأمعاء، يكون عندنا مثلا وليكن أنيميا تكون سبب في النحافة اللي موجودة عندنا. زي مثلا ايه الامراض اللي موجوده عندنا؟ سوء الامتصاص انت قلت موجود عندنا، امراض مزمنه، الديدان المعويه، امراض الغده الدرقيه. إيه علشان كده بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نعمل صورة دم كاملة عشان نتأكد هل عندنا انيميا ولا لا، نعمل تحليل براز العينة صباحية عشان نتأكد عندنا ديدان ولا لا، نعمل تحليل تي اس اتش مع الفريتي فور عشان نتأكد عندنا فرط نشاط في الغدة الدرقية ولا لا، تحليل البراز ايضا بتكشف لنا ان كان هناك طعام غير مهضوم ولا لا، وسوء الامتصاص وهكذا. اما عن سؤالك اللي هو بيقول عسر الهضم، ان كان يسبب النحافه فان عسر الهضم احنا بنعرفه بانه شعور بالالم او احساس بعدم الراحه في الجزء العلوي من المعده، مش عارف هذا بيحدث لك ولا لا، وبيظهر الالم. لا إيه تمام خلاص، يبقى ما نقدرش نقول عسر هضم. في حاله عسر الهضم بيظهر الالم ويختفي، لكنه عاده يعني بيكون موجود معظم الوقت. يعني نقدر نقول ان 25% من الناس اللي بتصاب مثلا من عسر الهضم. من المهم جدا قبل الجواب على سؤال معرفة الاسباب اللي احنا تكلمنا عنها، لان عسر الهضم ده عرض وليس مرض، لان عسر الهضم ده عرض وليس مرض، فلابد ان نعرف ما هو سبب الشيء اللي مسبب لنا المرض اللي موجود عندنا. لان ممكن تبقى سبب حصول الهضم مثلا يكون سبب ارتجاع مريء، قرحة معدة، التهاب في المعدة، الجرثومة الحلزونية، مش عارف ايه، القولون العصبي، هذه الاشياء. ايه
اهم حاجه بقى باللي لاحظتها ان اغلب الناس النحيفه او اللي بيعانوا من مشاكل في النحافه بياكلوا بسرعه جدا، عندهم اكل اشارات، وده مرض خلي في علمك يعني. الاكل السريع بيخلي الطعام بتاعنا غير مهضوم، فاحنا لو عايزين يحصل عندنا امتصاص حيوي يبقى لازم ناكل ببطء ونمضغ ببطء، يبقى